ونبدأ مع بعض كده. مديول رقم 5 اللي هو اللي هو administration بتاع الconnectivity. طيب احنا عندنا في الميديول ده بيتكون من 3 lessons زي ما انتم شايفين. اول lesson موجود عندنا اللي هو configuring VNet peering، والlesson التاني بيتكلم على configure VPN gateway، والlesson الاخير او الlesson التالت هو بيتكلم على configure express route and virtual WAN. طيب عندنا في الدرس الاولاني اللي يخص الconfigure VNet peering. طيب انا عندي الفكرة هنا في البيرينج، لو انت موجود في شركة وجايين تعملوا مايجريشن للسيرفيس بتاعتكم على الاجر، فالشركة عندك هتبقى محتاجة ان السيرفيس تكون محطوطة في سيبريت او يعني فيرتشوال نتوركس معمول لها ايزوليشن، بس طبعا هتبقى برضو في نفس الوقت محتاجين الشبكة دي تكون بتكلم الشبكات التانية مع بعض، او بمعنى اخر انا ممكن يكون عندي بعض الفيرتشوال نتورك اللي انا هبنيها فوق، وهبقى عايز ان الفيرتشوال نتورك التانية دي او الموجودة دي كلها تكلم بعض. فمن عندنا من ضمن الحلول ان انا امبلمنت الفيرتشوال نتورك بيرينج سوليوشن. طيب زي ما انتم شايفين كده احنا على الكونفيجر بتاع الفي نت بيرينج عندنا يعني الدابس ماشي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. Determine the VNet peering users. Determine the gateway transit and connectivity needs. Create the VNet peering. بعدين determine service chaining uses. بعد كده في ديمو في الآخر وسمرايز. طيب لما بتيجي هنا نتكلم في الأول خالص على موضوع determine the VNet peering users، فربما تكون أبسط وأسرع طريقة للتوصيل الـ VNets الخاصة بيك هي استخدام الـ VNet peering. الـ Virtual Network peering يتيح ليك الاتصال بسلاسة ما بين 2 Azure Virtual Networks، ومجرد ما بيحصل الـ peering الـ Virtual Network appears as one، يعني بيبقوا زي ما يكونوا واحد. يعني زي ما انت شايف كده برضه حطيتها هنا ان في VNet 1 موجودة هنا في Region 1، موجود في Global VNet Peering مع VNet 2 و VNet 3 برضو موجود ما بينهم هما الاثنين Peering. بس زي ما انت شايف هنا ايه يعني في الاخر ان هما في Peering بينهم كلهم وبينهم وبين بعض، يعني الاثنين دول موجودين ببساطة شديدة جوه Region واحدة معمول بينهم Peering، وال VNet دي موجودة في Region تانية مختلفة برضو معمول Global VNet Peering. طيب يبقى احنا نستخلص من الموضوع ده ان هناك نوعين من التناظر او البيرينج ما بين الفي نت. اول واحد عندنا بيكون original في نت بيرينج اللي هو التناظر الاقليمي للشبكة، يربط الازور فيرتشوال نتوركس في نفس المنطقة زي ما حصل عندنا هنا في الاثنين دول. وفي عندنا global في نت بيرينج اللي هو بيربط الازور فيرتشوال نتورك in different region، ادي region 1 ادي region، يعني في مناطق ايه مختلفة. طيب بمعنى انك بمجرد ما بتعمل الجلوبال بيرينج ده فالفيرشوال نتوركس بيرينج ده ممكن يحصل ما بين اي منطقة ومنطقة، يعني ممكن يحصل بيرينج ما بين النتورك موجودة في الصين مثلا وواحدة تانية في امريكا، ولكن ده ما بيحصلش في مناطق الجوفرمنت كلاود. خد بالك ان احنا عندنا في الداتا سنترز اللي موجوده الخاصه بالازور في بعض الحاجات الخاصه بالجوفرمنت تحديدا يعني واهمهم يعني اللي موجوده في امريكا، زي ما هو بيقول لك هنا ان ما بيحصلش في مناطق الجوفرمنت كلاود اللي هو عمليه الجلوبال بيرنج ده. تمام، لان ممكن يحصل فيهم بيرنج بس على مستوى الريجيونال مش على مستوى الجلوبال، يعني الشبكتين يكونوا في نفس ايه المنطقه. يعني دلوقتي دي لو نفترض ان الحاجات دي تخص حاجة government ممكن يحصل ما بينهم وبين بعض peering بس regional، انما global لا. طيب ايه هي ال benefits of virtual networks peering؟ اول حاجة لل benefits اللي انت بتستخدمها في local global virtual network peering بتinclude ال private، يعني
network traffic between peered virtual network is private. يعني traffic between الاثنين network ده بيكون backbone network, يعني no public internet gateways or encrypted is required. يعني مش محتاج ان انت يكون في اتصال من خلال public internet, و مش محتاج تعمل encryption للترافيك خلاص عشان تكومنيكيت ما بين التو فيرشوال نتورك. طيب ايه تاني عندنا من ضمن المميزات؟ performance, يعني عندك low latency, high bandwidth connection between the resources اللي هم موجودين في different virtual networks. الكوميونيكيشن بتكون عندك الابيليتي او القدره ان انت الريسورسز في one virtual network تكوميونيكيت مع ريسورس في different virtual network once ان الفي نتورك يحصل ما بينهم ايه, بيرنج. طيب ايه تاني؟ في حاجه تانية اسمها seamless, القدره على transfer للداتا across the azure subscriptions deployment modules وكمان across azure region. تمام. طيب ايه تاني؟ no distribution, يعني no down time للresources في اي وقت. طيب لو انا جاي بتكلم على ان الفيرشوال نتورك لما بتيجي كرييت للبيرنج او بعد البيرنج ما يكون حصل كرييتد, لازم نتكلم على الجزئيه الخاصه بالديترمين فيت نت بيرنج. Determine gateway transit and connectivity need. طيب هنا في الجزئية دي زي ما انتوا شايفين في الدياجرام اللي قدامي هنا, لما بتيجي انت تقلاو للgateway transit بتقدر الvirtual network تكومنيكيت مع الresources اللي خارج البيرنج. يعني ممكن for example السبنت gateway يستخدم لسايت تو سايت في بي ان عشان تكونكت الاون بريمس نتورك. تمام. طيب بتستخدم الفي نت تو في نت كونكشن مع الفيرشن نتورك الثانيه, وبتستخدم البوينت تو سايت عشان تستخدم كونكت للكلاينتس اللي هي كونكتد بالنتورك دي. زي ما انتم شايفين الدياجرام ده في ادي في نت اي فيها سب نت اي حاصل بينها وبين السبنت دي او الهاب في نت دي اللي موجودة بيرنج. تمام. وهنا برضو الفي نت بي برضو محصول حاصل ما بينها وبين الهاب في نت دي بيرنج. تمام. وزي ما انتم شايفين كده في جيت واي في 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 جيت واي سبنت او في بي ان جيت واي مقلاو للجيت واي ترانسيت. كويس. طيب برضو نفس القصة زي ما انتوا شايفين ان الـ VPN Gateway ده مستخدم في الـ Connection لـ 2 On-Premise. طيب في السيناريوهات دي اللي فيها Gateway Transit allow peered virtual network to share the gateway, ان انت بتجيت access للresources, وده معناه انك مش محتاج انك تديبلوي لـ VPN Gateway. البير فيرتشوال نتورك زي ما انت شايف كده يعني كونكتد للجيت الهاب في نت من خلال البيرنج, وزي ما انت شايف الجيت واي نت سب نت مدي كونكشن للايه للاون بريمس, وبرده في نفس الوقت زي ما انت شايف برده هو قلاو جيت واي ترانسيت لفي نت تانية اهي سب نت مختلفه. طيب في ملحوظة بيقول لك ممكن تكون ان network security group applied على اي من ال virtual network اللي موجودة دي عشان تبلوك للاكسس لل virtual network او subnet المختلفة لما بتيجي configure لل virtual network peering. وانت بتقدر من خلال الموضوع ده ان انت open او close للايه لل network security group rules between ال virtual networks. طيب في ملحوظة تانية بيقول لك لما تيجي تقاد للبيرنج في one virtual network للشبكة التانية بتكونفيجر
اوتوماتيكلي البيرنج. يعني لما باجي انا اعمل بيرنج ما بين تو نتورك، واخد بال حضرتك، لما انا بعملها البيرنج على واحده بتتعمل على التانية بشكل اوتوماتيك، مش محتاج ان انا اروح اعمل البيرنج الاول هنا في الفي نت 1 وبعدين ارجع اعمل في نت هنا مثلا في النتورك التانية دي. هي انا عملتها مره واحده من هنا مثلا خلاص سمعت هنا، او عملتها هنا خلاص سمعت هنا. هنا زي ما انتم شايفين برضو هنا بيتكلم على كرييت الفي نت بيرنج، وده برضو هنشوف الكلام ده في الجزء العملي، واحنا بنكرييت للبيرنج وبنقلوه للفيرشوال نتورك اكسس سيتنجز وبنكونفيجر للفورورد ترافيك سيتنجز. طيب خلينا برضو نتكلم على جزئية مهمة اللي هي اللي تخص ال لحظة واحدة لسه احنا ما وصلناش ليها. طيب هنا بيقول لك determine service chain uses، تمام. هنا بيقول لك ان انت اليوزر define للroutes and service chain to implement customer routing، وان انت بتimplement ال vnet hub with a network virtual network with a network virtual appliance or a VPN gateway، تمام. يعني انت ممكن تimplement ال vnet hub مع network virtual appliance او ان انت كريت لي VPN gateway، تمام. طيب بيقول لك هنا service sharing enable you to direct traffic from one virtual network to a virtual appliance or virtual network gateway، كويس. بيقول لك او virtual network gateway in a peered virtual network through user defined route. طيب تلخيصا يعني انت ممكن تكونكت لاتنين virtual network زي ما انت شايف لهاب VNet او لنتورك virtual appliance او VPN gateway. طيب لما هنيجي هنا نتكلم على الconfigure VPN gateway معلش لحظة من فضلك، احنا كده خلصنا جزئية. طيب تمام، احنا بنقول هنا المكونات اللي هتبقى موجودة في الدرس ده، ان احنا ندترمين ل VPN gateway uses، نكريت site to site connection، كريت the gateway subnet، هنكريت لل VPN gateway، determine VPN gateway type، determine gateway SQ and generation، create the local network gateway، هنسيت up the on-premise VPN device، هنcreate the VPN connection، هندetermine the high availability scenarios، وفي ديمو مفروض لل VPN gateway. طيب قبل ما نقل الجزء دون خلينا اسمع منكم، حد ليه سؤال للجزء اللي عدى على البيرنج ولا اكمل عادي؟ احنا بس يعني نشوفه عملي ولا هنشوفه مع الفي بي ان جيت واي؟ يعني هنشوف عملي مفيش مشكلة. طيب تمام بس انا هعمل بسرعة، يعني هعمل فيرشوال لاب سريع للبيرنج ما بين تو فيرشوال نتورك، لو يبقى في لاب تاني هأجله زي ما اتفقنا زي المرة اللي فاتت، يعني الحاجات اللي فيها شغل يعني شوية نخليها نخليها اوفلاين، كويس. فانا هعمل بس استعراض او ديمونستريت للبيرنج ما بين تو فيرشوال نتورك دلوقتي، خلاص. طيب خلينا نوقف على ده هنا ونروح للبورتال بتاعتنا، هنكرييت الاور ريسورس جروب ايا كان اسمها، هنسمي هنا نقول كرييت اهو، تمام، نقول ريسورس، نقول مثلا ماي لاب، وبعدين هنقول له review and create، حصل ال validation نعمل create. بعد ما كريت ال resource group بتاعتنا، هو كريتها خلاص، هن create ل virtual network، هنقول create ونقول مثلا نسميها الاول، نحطها في ال my lab ال resource group اللي احنا لسه مكريتينها، هنقول هنا النيم بتاعها نسميها مثلا stage او staging مثلا، يعني stage، تمام.
وبعد كده الاي بي ادرس هنسيبها مثلا الديفولت، وممكن نغير هنا في الديفولت مثلا ونخليها سبنت اي مثلا 10 تريبل زيرو على 24، نقول له سيف تمام، ومش محتاج انا اكتر من كده، نقول له ريفيو اند كرييت، نتاكد من الفاليديشن، مجرد ما اديني فاليد هنديله كرييت وخلصنا كده الفيرشن نتورك الاولى. نعمل انشلايزنج للديبلويمنت بسرعه، نروح هنا في الهوم، نيجي هنا بعدين تمام، هو كده بيكريت اهو، نكريت لفيرشن نتورك التانية ونقول كريت، ونقول ريسورس جروب ماي لاب نسميها مثلا برو اختصار برودكشن، يعني اي بي ادرس هنسيبها زي ما هي ولا بس هو لسه كان بيكريت في التانية، خلينا معلش عشان المفروض تبقى ديفرنت سبنت هو اصلا المفروض يديها لنا. نرجع هنا للهوم ماشي، نكريت الفيرشن نتورك، نكريت تاني، نحدد الريسورس جروب بتاعتنا ماي لاب نسميها هنا برو دكشن تمام. نيجي هنا في الاي بي ادرس المفروض هو نغير هنا، نقول سبنت بي سبنت بي هنا روت واحد مثلا تمام، ونقول سيف، يبقى دي سبنت بي 10.0.1.0 تمام كده. التو سبنت المفروض هيبقوا كريتو، نسيبه بس نخلص. بعد كده طيب خليني اقول لك على حاجه بالمره، هنكريت لفيرتشوال ماشين، خلينا نكمل اللاب ده وان وما ناخروش يعني تمام. هنقول هنا كرييت لفي ام مايا ونخليها مثلا في ام داش ستيج، بعدين مثلا هنختار اللي هي ريسورس جروب ماي لاب تمام. نيجي هنا في اليوزر نيم هنسميه كي اتش ادمن، بعدين نختار الباسورد الكومبلكس زي احنا متعودين، بعدين هنا نرجع نكونفيرم ليها، بعدين نيجي هنا عن انا مش محتاج حاجه من الديسك ففوتته، خلينا هنا لا انا عايز على staging على subnet A كويس كده. طيب مش محتاجين اكتر من كده، نقول review and create، وبعدين نقول له create كويس. طيب بعد كده هنروح نكريت لفيرشوال ماشين تانية، بس انا هكريتها في السبنت التانية ماشي، هو اخدنا هنا ماشي مش مشكلة تمام. هنقول كرييت فيرشوال ماشين، وبعدين هنا هحدد له ماي لاب، بعدين هسمي هنا مثلا هنقول ويب تمام. طيب هنيجي هنا نسميها khadmin مثلا، بعدين نقول الباسورد بتاعتنا، وبعدين نكونفيرم ليها، بعدين هنيجي هنا تمام، نيجي على networking حدد له نيجي في البرودكشن زي ما اختار سبنت بي مظبوط. بعد كده مش محتاج اكتر من كده، اقول له review and create، بعد كده
مجرد ما هو هاي فاليديت نقول له كرييت. طيب هنصبر بس عليه لما يخلص. خلينا بس ايه بص كده جوه ميم. ادي الاثنين فيرشوال نتورك وادي الفي ماي الاولانيه الستيج. طيب هو كده خلاص خلص الديبلويمنت. المفروض في ما يكون التانية كريتد بس شوية عم تسمع. هو شكله ما كريتهاش. لسه ما كريتهاش يعني؟ شكله كده او هو نفسه ما كريتهاش يعني. طيب هو بص حتى مش موجود في النوتيفيكيشن اصلا ان هو كان بيعمل حاجة دي. طيب خلينا نكريت ليها تاني مش مشكلة. طيب هنقول هنا زي ما احنا اتفقنا نحدد ماي لاب. نقول مثلا هنا ويب بعدين نقول كيتش ادمن بعدين نقول الباسورد زي ما احنا متفقين. كونفيرم بس الباسورد بعدين هنروح زي ما اتفقنا على النتوركينج مش محتاجين حاجة من الديسك. سبنت بي برودكشن مظبوط. بعدين نقول له ريفيو بلس كرييت. المفروض بعد ما يعمل فاليديشن نقول له كرييت. طيب خلينا نروح نشوف كده الفيمال الأولانية نفتحها لما هو يخلص. هنقول له كونكت ار دي بي. نقول له داونلود للار دي بي فايل. تمام نوبن للفايل نقول له كونكت ونقول كي اتش ادمن بعدين نفتحها ونقول الباسورد بتاعتنا كي بعدين نقول له يس. طيب نروح نبص بقى على فيمات تانية نشوفها خلصت. تقريبا كده خلصت. نروح على الهوم نروح على هنا المفروض الفيمات التانية كريتت. تمام نروح ليها هنا كده برضو نقول كونكت ار دي بي وبعدين نداونلود الار دي بي فايل ون اوبن للفايل نفسه عشان نكونكت. طيب هنيجي هنا ونقول كيتش ادمن بعدين ندخل له الباسورد بعدين نقول له اوكي يس. طيب كده بتفتح معايا المكنة اهي. طيب هنجرب بقى ايه هنا ان احنا نعمل حاجة ظريفة كده.
نيجي نقول على المانج كده نقول add role and features. لسه بيحمل شوية معلش لسه الدنيا بتلود. طيب هنقول برضو معلش نزور شوية طيب هنقول له بقى نيكست. نيجي من هنا نقول له ويب سيرفر اي اي اس اد فيوتشرز نيكست نيكست زي ما احنا متعودين يعني نستول نخليه ينزل الاي اس الاي اي اس ايه فيوتشر. طيب كده احنا لغاية دلوقتي بنأهل يعني بنعمل كل الكلام ده وبنبنيه عشان في الاخر نعمل الايه البير. طيب هو كده خلص الانستليشن بتاع الاي اي اس تمام. طيب خلينا بقى نعمل حاجة كده تانية. احنا عايزين نشوف المكنة دي الاي بي بتاعها البرايفت بقى مش الايه مش البابليك بتاعها كام اهو. طيب لو انا رحت بقى على الماشين او السيرفر التاني اللي هو موجود هنا في الستيجنج وجيت هنا وجيت هنا على الانترنت اكسبلورر وفتحته رخم طول عمره مش راضي يفتح معلش هو متفتحش برضه لسه ايوه اهو يقول اهو هو بس مرهق شوية هتضرب البولك هتلاقيه فتح في بتاع 3 4 مرة واحدة هتلاقيه فتح 60 مرة دلوقتي